رح انتقم منك لأنك ضربتي بنتي. شو هالناس اللي عايشين بهذا البيت؟ ما حدا سمع لبنتي؟ ما حدا صدق بنتي وهي عم تشتكي؟ كيف إلك قلب تقهري طفلة صغيرة؟ ما رح أرحمكن أبداً، ما رح أرحمك يا داميني. يا رادها أنت وينك لهلأ؟ وينك اليوم؟ أنت الوحيدة هون اللي واقفة بصف جونجون؟ لك أصلاً أنت الوحيدة اللي بتصدقي جونجون؟ يا رادها رجعي على البيت، بنتي جونجون هلأ بحاجتك. وينك يا رادها؟ وينك؟ أنا ليش حاسة بقلق؟ أكيد في شي صاير بالبيت. هلأ عم بتدور علي جونجون يا ترى؟ خليني كب الزبالة وارجع لعندها على البيت بسرعة. داميني، في تفاصيل رح تصير بعرسك، رح خبرك عنها مشان تعرفي شو رح تعملي انتي ومهان. هو رح يحطلك حنة عاجبينك قدام الناس يا بنتي. أنا عم أعمل التحضيرات هون، روحي فوراً وجيبي أمك معك. راؤول، أكلت شي يا روحي؟ راؤول ابني، موعد عرسك السنة الجاية، لهيك لازم تجهز حالك. وهلأ نحن حالياً بس نخلص من عرس مهان ونجوزه، رح نبلش تحضيرات لعرسك. عن جد؟ لي لازم يصير يا أمي، جوزي مهان بالأول بعدين فكري فيني لإلي، لأنه قلو الأولوية. يعني بالآخر ما في أي شيء جديد، وأنا هيك حظي، المفروض أني دائماً أجي بالمرتبة الثانية، وهو قبلي بكل شيء. راؤول، ليش دائماً بتحكي بهي الطريقة؟ حاول تفكر أكثر بالموضوع. نحن ليش دائماً منهتم بموهان؟ لأنه يا ابني مر بمشاكل كبيرة، ومن وقتها أنا كتير شايلة همه وبدي إياه يرجع يستقر من أول وجديد. ماما، شفتي لي أساوري الذهب؟ ما عم بقدر لاقيهم. بأوضتك، روحي دوري عليهم. أمي أنا دورت عليهم بكل مكان وما لقيتهم. ما عم لاقي عقدي كمان. شو القصة؟ انتو التنتين ضيعتوا غراضكم بنفس الوقت؟ ماما، إذا بتريدي روحي دوري بأوضتك، بلكي كنتي مضيعة شي مثلنا اليوم. ايه كده مباري، روحي ودوري إذا بتريدي. ايه طالعة على السريع. طيب